تغطية التلفزيون المصري لازالت مستمرة لمؤتمر المناخ COP27، حيث أجرت مفادة التلفزيون المصري ريهام الديب لقاء خاصا مع أمين عام المجلس الأعلى للبيئة في السودان منى علي محمد، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ. رين ما حضرتكم في متابعة فعاليات اليوم الخامس لمؤتمر COP27 للمناخ الذي ينعقد هنا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، لكي تستمر مصر في إبهارها لكل العالم بهذا التنفيذ وهذا التنظيم الرائع لمؤتمر تغير المناخ، هذا الحدث الأبرز على الساحة العالمية، نظرا لأنه بيتناول قضية من أخطر وأهم القضايا التي تهدد البشرية بالكامل، وذلك في محاولة للوصول إلى قرارات تنفذ على أرض الواقع في إطار شعار هذا المؤتمر معا للتنفيذ. معنا على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري دكتور منى علي محمد أمين عام المجلس الأعلى للبيئة في السودان. دكتور منى أهلا بحضرتك. مرحبا بك. وبنرحب بيكي في مدينة شرم الشيخ طبعا. مرحبا بكم كثير. أهلا بيكي دكتور منى. في البداية عايزة أعرف الدور اللي بتقوم بيه أو اللي بيقوم بيه المجلس الأعلى للبيئة في السودان. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا بشكركم على هذه الاستضافة لتوضيح دور المجلس الأعلى للبيئة في السودان. المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة المنوط بها وضع سياسات البيئة في السودان، حماية البيئة في السودان، تنسيق ما بين الوزارات المختلفة. فالمجلس هو طبعا بيقوم بمقام الوزارة في السودان، ما عندنا وزارة بيئة ولكن مجلس أعلى للبيئة بيضم كل الوزارات ذات الصلة. فكل الوزارات عندنا فيها إدارات بيئة، المجلس الأعلى بيعمل دور تنسيقي فيما بينها، إلى جانب دور الأساسي في حماية البيئة السودانية، وضع السياسات البيئية، تنفيذ الاتفاقيات الدولية، كل هذا من شأن أو من عمل المجلس، من صميم عمل المجلس اللي هو الجهة اللي بتعمل على تنفيذ الاتفاقيات البيئية المختلفة، اتفاقيات والبروتوكولات البيئية كلها، ده من شأن واختصاص المجلس الأعلى للبيئة. دور المجلس الأعلى في مؤتمر COP27، وخصوصا أن حضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا، تنفيذ الاتفاقات الدولية، وهو ده الحقيقة اللي بيقوم عليه هذا المؤتمر، التنفيذ هو ده الأساس. طيب طبعا كل الشأن البيئي والشأن مؤتمر المناخ ده من اختصاص المجلس الأعلى للبيئة، هو الجهة اللي بتسجل بتعمل على تسجيل المشاركين، بتضع ماذا يريد السودان، بتقدم السودان ماذا يرجو من هذه الاجتماعات أو هذه المؤتمرات. وتحديدا أتينا إلى شرم الشيخ ب أجندة محددة، اللي هي طبعا ما بنطلع عن ما اتفقت عليه المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية. فكلنا مع بعض في أشياء بنتفق عليها. السودان طبعا الآن عانى من تأثير التغيرات المناخية بصورة جلية جدا، وضحت تحديدا في الفيضانات والسيول اللي ضربت السودان في الشهور الماضية، في الخريف الماضي اللي هي شهر أغسطس كان غمة الفيضانات والسيول اللي حصلت في السودان، فظهرت مناطق أساسا لم تكن تعهد السيول والفيضانات، حصلت فيها سيول وأمطار كثيرة جدا، ده دلالة على تأثر السودان بالتغيرات المناخية. في نفس الوقت مناطق ضمن السودان كانت مطيرة شهدت جفاف، يعني المطير تحول إلى جاف والجاف تحول إلى مناطق مطيرة، ودي ترتب على إشكالات كبيرة جدا، فقدت أرواح السكان، فقدوا المنازل، المزارع، الحيوانات، يعني كانت السودان تضرر ضرر بالغ جدا من التغيرات المناخية. لذلك يسعى جاهدين إلى تنفيذ كل ما جاء في اتفاقية باريس، اللي هي نعمل على التكيف مع الأوضاع الجديدة بمشاريع، وفعلا السودان في مشاريع بتنفذ حاليا لكي يحد من التغيرات المناخية دي، كيف يجعل السكان يتكيفوا مع الوضع الجديد، بمعنى إيجاد سياق جديدة للزراعة تتناسب وتتلائم مع التغيرات المناخية، حتى لا يفقد الإنسان سبل كسب عيشه. لو فقد سبل كسب العيش حينتقل من منطقته إلى مناطق أخرى، ودي حتسبب لي إشكالات جديدة نحن في غنى عنها.
شكرا جزيلا دكتور منى علي محمد، أمين عام المجلس الأعلى للبيئة في السودان، شكرا جزيلا. وإن شاء الله كلنا بنأمل أنه هذا المؤتمر يؤتي بثماره ويتم تنفيذ كل الوعود اللي قبل كده طبعا الدول الصناعية الكبرى قامت بتعهداتها وبهذه الوعود في المؤتمرات السابقة أن هي تنفذ على أرض الواقع، وده طبعا لإنقاذ الدول النامية وتقديم المساعدة ليها بشكل أكبر. بشكرك شكرا جزيلا وشرفتي تلفزيون المصري. أهلا شكرا لكم لحسن هذه الاستضافة، وإن شاء الله الكوب ينجح لأنه نجاح كوب شرم الشيخ ونجاح للأفارقة ونجاح صحيح. للمجموعة العربية. بنتمنى لمصر مزيد من التقدم إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا. ومشاهدينا مستمرين مع حضراتكم في التغطية الخاصة بكل الفعاليات والجلسات الخاصة بمؤتمر كوب 27 للمناخ في هذه الدورة الهامة جدا والتي تحمل عنوان معا للتنفيذ.